لا يا سيدي، الاوتيل اللي احنا ماسكين حساباته كلها. ربنا يقدرنا عليها. لازم اعمل لك اورينتيشن عشان تبقى عارف انت شغال فين. يلا اشوفك على الغدا. مستر هشام. نعم. انا عرفت من مدام ناديه في الريسبشن ان هم محتاجين بنات عندهم، وانا عندي جارتي بكالوريوس تجاره شاطره جدا، وعارف ان علاقتك كويسه قوي بالمدير. انت غريب قوي، انت لحقت تشتغل معانا لما تتوسط لحد تاني؟ اصل هي ظروفها صعبه قوي وانا نفسي اخدمها بصراحه. طيب سيبني شويه كده اصطاد المدير في وقت يكون مزاجه رايق فيه. متشكر جدا. تعرف هروح اشوف انا شغل. طب بعد اذنك. ايه يا كوتش؟ كله تمام، صاحبك شغال معانا وبكل حماس. ده حتى عنده بنت تاني عايز يجيبها تشتغل معانا. عارفها، عارفها كويس جدا. المهم عشان انت هتشغلها له، ها؟ وهو يعرف ان انت تبعي. او ان انت ليك علاقه بسفريه سفاجه. عيب يا ريس، ده انا تلميذك. مع الف سلامه. اوامر يا ريس، اوامر اوامر. فعلا يا فندم، الدكتور وسيم مشارك بنتي في الرساله بتاعتها. تقصدي ايه بكلمه اسعدها؟ قصد كل حاجه، هو مشاركها في كتاباتها، مشاركها في الخناقات الزوجيه اللي كانت بتصورها وبتكتب عنها. انا شفته بعيني وهو بيحذف وبيديب حاجات كتيره جدا من عنده. يعني ما استغربتيش لما عرفت ان هو طلب منها نص رساله في نظير الخلع؟ هو انا في الحقيقه استغربت في الاول، بس بعد كده رجعت قلت لنفسي من حق هو شاركها في رسالة الماجستير بتاعتها، يبقى من حقه كمان يشاركها في النجاحات المترتبة على رسالة الماجستير دي. الدفاع يحب يسأل الشهادة في حاجة؟ سعادتك هسأل أقول إيه؟ هي سابت حاجة ما قالتهاش. وبعدين بعد إذن سعادتك الشاهدة تبقى والدة المدعية، يعني الحمد لله مش حد غريب. محامي المدعية يحب يسأل الشهادة في حاجة؟ لا تمام سعادتك. الشهادة تفضل. الشاهد الثاني زغربان ابراهيم زغربان. زغربان بالغين يا فندم. اسمك وسنك ومهنتك. زغربان ابراهيم زغربان. السن يا فندم 55 سنه ميلاديه. المهنه استاذ جامعي. قول والله العظيم اقول الحق. والله العظيم اقول الحق. بصفتك انك كنت المشرف على رساله الدكتوره مريم، تقدر تجزم ان الدكتور وسيم ساعدها في تحضير الرسالة ويعتبر شريك فيها؟ لا لا، أنا ما أقدرش أجزم بحاجة خطيرة زي كده، بس أنا أقدر أقول إيه اللي أنا شفته. وإيه اللي شفته؟ قبل ما أناقش الرسالة بتاعت الدكتوراه، الدكتور وسيم ده كان بيقعد معايا أكتر من الدكتورة مريم، واندهشت إنه حافظ كل كلمة في الرسالة، وليه بعض الملاحظ اللي إحنا ناقشناها مع بعض، ملاحظ مهمة جدا. أنا أعتقد إن هو أضاف الجانب النفسي لأنه طبيب نفسي. والمدهش بقى ان الملاحظ بتاعته كانت موجوده في كل باب. وما سالتش الدكتوره مريم عليها؟ سالتها سالتها، وكانت مكسوفه انها تقول لي ان التعديلات دي بتاعت جوزها. تقصد انها نسبت التعديلات دي لنفسها؟ ايوه. وانا قلت لا لا يا زغربان، لازم تواجهها بالحقيقه عشان تعترف. وبعدين قلت انا مالي، انا مالي، هي وجوزها مسائل عائليه، انا هدخل نفسي ليه في الموضوع؟ والتعديلات دي تمثل قد ايه بالنسبه للرساله؟ هي في البدايه كانت تعديلات بسيطه ملهاش اي معنى، وقعدت تزيد 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 لغايه لما بقت في كل الابواب تقريبا نص الرساله. لا من الجانب النظري بس حضرتك، لكن في الجانب العملي انا معدي النص بكتير. تقصد ايه بالجانب العملي؟ الجانب العلمي يعني سعادتك، اللي هو الخناقات الزوجيه اللي كنت بصورها في وجود الدكتوره، والخناقات الزوجيه اللي كنت بصورها في غير وجود الدكتوره، والتقارير اللي كنت بكتبها عنها، والتحليلات النفسيه اللي كنت بعملها عن الازواج في سنه اولى جواز. سيدي القاضي، حضرات المستشارين. سيادتك يا فندم، ده كشف باسماء الازواج اللي الدكتور وسيم صور ووثق الخلافات بتاعتهم، وسعادتك هم كلهم مستعدين يجي يشهدوا معانا. تؤجل القضية لجلسة 7/4 لحين استماع بقية الشهود.
البيوت كلهم شهدوا في صفي. مع ذلك مش قادر احس اني فرحان. مش يمكن تكون خايف تكسب القضيه وتطلق مريم وتخسرها قصاد نص ماجستير انت مش هتعمل بيه حاجه؟ هو يمكن اكون خايف نتصالح ونرجع لبعض والقى نفسي مش قادر انسى اللي عملته فيا. وجايز تكون هي ندمانه على غلطها. مش لو هتعترف انها غلطانه الاول؟ مش يمكن تكون بينها وبين نفسها عارفه كويس قوي انها غلطانه؟ بس هي بقى مستنياك. مستنياك تروح لها وتقول لها انا اسف. انا عايزك انت. ومش عايز نص نصيبي في رسالتك. لا لا مش هقدر اعمل كده. بس انت نفسك تعمل كده. ليه بتقولي ده؟ عشان عارفك كويس. عارفك اكتر ما انت عارف نفسك واكتر ما هي فاهمك. استني، انت رايحة فين؟ هسيبك تفكر في اللي انا قلته لك. انا عمال اتكلم من الصبح عن نفسي ومفروض ان انت اللي جايه علشان تفضفضيني وتستريحي. لا انا استريحت لما انت فضفضت. طب الزيارة الجاية انت؟ الزيارة الجاية بقى انت اللي هتيجي تقول لي عملت معاها. سامح قال لي ان حضرتك تعبان بسببي. انا اسفه. جاي تطبي خاطري ولا تصلحي غلطك في حقي؟ هصلح غلطتي. هتسيبي شريف؟ هتجوزه رسمي وبموافقتك. مش موافق. لا حضرتك موافق بس خايف من المشاكل مع وليد. وليد جايز يكون عنده مشاكل كتير قوي، لكن مفيش راجل في الدنيا يوافق ان اخته تتجوز بالشكل ده. طب لو جبت لك موافقه وليد ازاي؟ مش مهم بقى التفاصيل، لو وليد وافق حضرتك هتوافق؟ مش عارف. هتوافق عشان حضرتك بتحبني وعارف ان شريف بيحبني وانا ماليش غيركم. تعالي اتفضلي. ايه رايك في الفيلا؟ حلوه جدا طبعا، دي تحفه. تحفه ايه بس؟ مش تستني لما تشوفي الدور اللي فوق على الاقل عشان تقولي رايك كامل. هو انت عايز رايك ايه؟ احنا اتفقنا خلاص هتشتغلي معايا؟ دي يا ستي تعتبر اول حاجه هستشيرك فيها. وبصراحه الفيلا دي معروضه عليا. بفكر اشتريها. بس هي محتاجه شويه توضيبات وتشطيبات وكده يعني. هي سعرها كويس؟ جدا لقطة. لا خلاص ما دام لقطة اشتريها طبعا. برضه تتسرعي. مش ثانية اما نشوف بقيتها نشوف الجنينة ونشوف البسين. بس على حسب. طيب هو انت هتاخدها استثمار؟ خدها عشان اتجوز فيها. مش انت يا ستي كنت قلتي لي ان احنا ما ينفعش نتجوز غير رسمي؟ وما قدرتش. واديني دلوقتي قدرت عشان اكتشفت اني ما اقدرش اعيش من غيرك. وبعدين بصراحه يعني المشكله عندي ان كان عندي عقده من الجواز عموما، بس انا دلوقتي خلاص انا رفعت الرايه البيضاء وبرفع لك ايدي اهو وسلمت. قصدك ايه؟ لا كل ده ومش فاهمه؟ بص يا ساره خدي لي ميعاد من ماما ولو وافقت تجوزك ليا الفيلا دي كلها هتبقى مهرك.
كنت مع مراتي في اوضه النوم ليله الدخله، لقيت ابويا بيخبط علينا ومعاه قايمه العفش. قلت له مش وقت حمايه، الصباح رباح. قال لي مش هتلمس بنتي قبل ما تمد على القايمه. مسكت فيه وطقشته في بنته وطلعنا على الفجر. هايل، الف مبروك. قول لي يا استاذ ارهاب، مين اللي صور الخناقه دي؟ الاستاذ ده. انت متاكد؟ طبعا متاكد، اصله جالي بعدها مرتين وقعد يسالني ويكتب اجاباتي، وقال لي ان هو بيعمل بحث في خناقات الزوجيه. طيب والمداه، ما تفتكرش انك شفتها قبل كده خالص؟ لا والله، اصل انا مسامح طلعت مراتي ليله الدخله وانا جت لاوضه من الدنيا كلها. شفت سعادتك؟ ده خامس زوج بيثبت ويؤكد انه عمره ما شاف الدكتوره مريم ولا سمع عنها قبل كده. مما يؤكد ان موكل الدكتور وسيم هو المسؤول الاول عن توثيق وتصوير 70% او اكثر من الرساله التي هي موضوع الماجستير. الدفاع يحب يسال الشاهد في حاجه؟ شكرا يا فندم. الشاهد يتفضل. شكرا. المدعيه لها تعليق على شهاده الشهود في جلسه النهارده؟ حضرتك مش معنى اني ما شفتهمش او ما حضرتش الخناقات الزوجيه يعني ابقى ما تعبتش بعد كده في تحليلها ودراستها ومناقشتها في الرساله بتاعتي. انا كمان تعبت في الدراسه دي، وكنت بشرح لك الدوافع بتاعت الازواج في الخناقات وفي الطلاق واللي ذبحوا بعض في اثناء سنه اولى جواز. وهو معنى كده ان الرساله تبقى بتاعتك؟ انا ما قلتش انها بتاعتي، انا قلت ان انا مشارك فيها. ايوه بس انا اللي ناقشتها ونجحت فيها. وانا لو كنت ناقشتها بدل منك كنت هنجح فيها. انت بتقول ايه؟ أنا بقول سعادتك ان انا لو كنت ناقشت رساله الماجستير دي بدلها فكنت هنجح فيها. اه والله دي فكره. نؤجل القضيه لحين مناقشه المدعي عليه في رساله المدعيه على ان تشجل لجنه مناقشه الرساله من الاساتذه انفسهم الذين ناقشوا المدعي فيها ومنحوها عنها درجه الماجستير. هو حضرتك بتقول ايه؟ هو حضرتك عايزه يناقش الرساله بتاعتي؟ وخايفه ليه؟ ولو سقط مش هيبقى له حق فيها اصلا. لكن لو نجحت يبقى مش هتخلعك لغايه ما ترجع لك نص الرساله. اتفضل، مها مضت عقد سكاي توب. بجد؟ برافو. بجد برافو. برافو على مين فينا؟ عليك انت طبعا، انا ما عملتش اي حاجه المره دي. لا ما انت هتعمل. هتديني بقى الكوميشن بتاعي زياده عن كل مره. اكيد. ما انت شاركت في كل حاجه. وبصراحه بقى انا طمعان في شراكه اكبر شويه. جوزيني. يعني شكل الواحد تسرع شويه. عايز تتجوزني ليه يا علاء؟ عايز تثبت لنفسك ان انت تقدر تعيش من غير مها؟ جايز. وبصراحه حاسس بالوحده، وحاسس ان اتجوزنا ده ان احنا هنقوي بعض على مها؟ على كل حاجه. هتطلب ايدي منها؟ لا طبعا، ما ينفعش نعلن جوازنا. لا الفكره ان هي لو عرفت ان انا وانت متجوزين هي هتفهم ان مصالحنا واحده، فهيبقى العين علينا فهتفهم اللي احنا بنعمله. ها؟ سيبني افكر شويه. براحتك. فكري براحتك. بس ما تاخريش في الرد عليا. ماشي؟ حاضر. فكرتي؟ اكيد لا. ماشي خدي وقت. مفاجأة يا دكتور مش كده؟ أنا ما جاش في بالي أبداً إن القاضي يوصل للحل ده. كده بقى المحكمة هتخاطب الجامعة بشكل رسمي عشان مناقشة. ماشي يا دكتور، أشوفك بكرة. سلام. شايفاكي فرحانة يعني. وأنتِ ما عرفتيش اللي حصل في المحكمة ولا إيه؟ اللي حصل في المحكمة يخليكي تزعلي مش تفرحي. ايه اللي خليك تقولي كده؟ يعني لو جوزك نجح في مناقشة الماجستير هيبقى شريكك رسمي. يا سلام، هو انت فاكراها سهلة كده؟ ده لو قعد يذاكر سنتين قدام برضه هيفشل.
مش يمكن ربنا يثبته ويقويه عليهم؟ هو انت يا ماما معايا ولا معايا؟ معاكوا انتوا الاثنين، وعايزاكي تلحقي ترجعي له قبل ما نص الرساله يروح منك. اه ده هو بقى اللي قايل لك تقولي الكلام ده صح؟ عشان خايف لا يفشل واخلعه. محدش بيقول عليه هيفشل غيرك، كل الناس معاه. افتح الفيسبوك وبصي على التعليقات. ولعينك بقى كده كده جوزك كسبان القضيه دي من قبل ما ترفعي عليه. طبعا الرئيس بتاعك ورالك الفيديو اللي اتصور لك وقالك ان انا اللي جبته له. اه طبعا شفت الفيديو، امال ايه؟ بس احب اقول لك ان الفيديو ده مش هيفيدك في حاجه، عشان انت ما عندكش اذن من النيابه بتسجيله. ومين قالك ان انا اللي صورته؟ وبعدين يا وليد بيه، هو لما بيحصل مشكله في مكان ما مش بيرجعوا الكاميرات المراقبه ولا بيقولوا لها ما كانش عندها اذن بالتصوير؟ واضح ان انت لسه صغير قوي على الجيم اللي بتلعبه معانا. طب ما تيجي نكمله للاخر ونشوف مين الكبير ومين الصغير. ومال؟ بس واضح انك ناسي انا بشتغل ايه ومركزي ايه. صدقني مش هتعرف تعمل معايا حاجه. انت عارف ان مركزك ده هو اللي مخوفك، طول عمرك بتتحامى فيه، دلوقتي بقى نقطه ضعفك يا وليد بيه. ما تجيب من الاخر وتقول لي عايز ايه بالظبط. انا مش عايز اقول لك حاجه، ومش عايز حاجه من حد زيك. كل اللي تقدر تعمله دلوقتي انك تبعد عني انا واختك، والا هسلم الفيديو ده للسوشيال ميديا. وما ادراك بقى ما السوشيال ميديا. اوعى تكون فاكر بقى ان الفيديو اللي معاك ده هيخوفني منك. الفيديو اللي معاك ده تبله وتشرب ميته. اوعى تكون فاكر انه هيحميك مني. مش يمكن يكون بيحميك انت مني؟ ولا مصبرني عليك لحد دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ الفيديو اللي معاك ده بقى ترميه في البحر. واختي اللي انت رحت اتجوزتها من ورانا دي هتطلقها وقريب قوي وغصب عنك كمان. ماشي؟ الكلام اللي عندي خلص. عيسى، ايه يا ابني رحت فين بعد الفطار؟ اقعد. عامل ايه؟ لسه تعبان في الشغل معانا؟ بصراحه ما كنتش عارف ان انا هشتغل ورديتين وبنفس المرتب، بس عادي مقدور عليه. انا بس كنت عشمان ترد عليا في موضوع جارتي اللي كلمتك عليها. هي جارتك بس؟ بصراحه بنحب بعض، بقالنا كتير قوي مرتبطين، يعني نفسي نتجوز واجيبها تعيش معايا هنا. طب يا معلم خلص بس انت الحسابات اللي في حجرك بقالها 3 ايام دي، وانا عندي بكره قاعده مع المدير ممكن اخلص لك موضوع صاحبتك. وانا مش مأخر الحسابات دي بمزاجي، الاوراق والفواتير اللي جابوها ما تخشش دماغ عيل صغير. مش هيعرفوا يجيبوا غيرها. وبعدين انت خايف من ايه؟ انا اللي هراجع. يلا خلص قهوتك وحصلني على المكتب. انت قلت لي صاحبتك دي معاها ايه؟ بكالوريوس تجاره. طب يا معلم ممكن تشتغل معانا في الحسابات. يعني منصور نفسك ما تهفكش غير على الكنافة؟ ماما ياسر عايزك تحددي له ميعاد عشان يطلبني رسمي. عايزة عيسى في اللي مكفيه. لسه قافل معايا من شويه وعرفت ان عنده مشاكل كتير قوي في شغله الجديد. يا سلام، هو عشان عنده مشاكل تروح تتجوزي غيره؟ بالعكس يا ماما، انا بس مش عايزه ازود مشاكله اكتر من كده، مش عايزه ادفعه ثمن حبي ليه. انت لو بتحبيه بجد ما تروحيش تفكري في اللي اسمه ياسر ده. يا ماما ياسر هو اللي مش عايز يبطل يفكر فيا. زي ما يكون ربنا زرع حبي في قلبه عشان ينجبنا من الفقر اللي احنا فيه ده. لا ما تحججيش بيا،
انا عن نفسي راضيه بنصيبي اللي ربنا قسمه لي. وانا بقى ما عدتش مستحمله نصيبي ده اكتر من كده، ولا عدت مستحمله الذل اللي ربنا خلقني فيه من ساعه ما اتولدت. يا بنتي يا بنتي انتي عقلي، انتي بعد ما تتجوزي وتشبعي من فلوسه هتجري تدوري على عيسى عشان ده اللي انتي حبيتيه بجد. ما بقاش من حق احب واتحب يا ماما، ولا بقيت عايزة اي حاجة من الدنيا دي غير اني اعيش بكرامتي. انا مش عارفة الراجل ده وعدك بايه غيرك كده. طبعا استغل سفر عيسى عشان يلعب في دماغك، صح؟ طيب انا هقول ان انت مستنياه يوم الخميس الجاي. يا بنتي يا بنتي اهله مش هيرضوا يتجوزوكي ليه؟ هتدخلي في حرب ما انتيش قدها. انا ماليش دعوه باهلي، هو اللي هيحاربهم لو عايزني. ها ايه رايك؟ انا جبت العمال يشتغلوا زي ما اتفقت معاكي بالظبط. بسرعه كده؟ لا طبعا بسرعه، عشان بس تعرفي ان انا بحبك. ها بصي بقى يا ستي، في حاجة كمان. ايه ده؟ يا رب تعجبك. دي ألماس. حلوة؟ ايوه بس احنا ما اتخطبناش لسه عشان تجيب لي شك. مين قال لك بقى ان دي شك؟ دي تقدري تقولي كده ان هي هدية بسيطة عشان اثبت لك قد ايه انا بحبك بس بطريقتي. لو هيبقى عندك مشكلة ما تلبسهاش دلوقتي قدام مامتك ولا قدام أي حد، بس خليها معاكي. طيب عموما أنا قلت لماما إن أنت عايز تتجوزني، وهي إن شاء الله هتستناك يوم الخميس الجاي. طيب كويس جدا، وأنا هستعد من دلوقتي. ما تفرحش قوي كده، هي أصلها مش مبسوطة يعني، وجايز تقرب لنا الجوازة. ما تخافيش، أنا هعرف إزاي أقنعها بطريقتي. مين الغلس اللي بيتكلم دلوقتي؟ مش هتردي؟ لا اتفضلي. أستاذ عيسى؟ فندم. عزيز الدهشان محامي نعيم دنقل. أهلا وسهلا. طبعا حضرتك مستغرب إن أنا جاي لك لحد هنا، هنعمل إيه؟ حضرتك سافرت في الوقت اللي إحنا كنا محتاجينك فيه. مش فاهم. نعيم اتحدد له جلسة بعد أسبوعين من دلوقت، والنيابة هتستدعيك للشهادة قدام المحكمة، وطبعا وكيل النيابة عايزك تقول كل اللي أنت قلته في تحية الشرطة ومحاضر النيابة. أكيد. لا مش أكيد طبعا. نعيم هيديك نص مليون جنيه وتغير أقوالك. أستاذ عيسى هتتكلم هتخسر نعيم، هتسكت هتكسب الفلوس. ده غير إن هتبقى قدامك فرصة إنك ترجع تاني تشتغل مع نعيم بعد ما يخرج براءة. وأنت فاكر إن هو هيخرج براءة؟ طبعا. ما كنتش جيت لي. اوعى تفتكر ان شهادتك ضد نعيم ممكن تسجنه. لا لا. ده بكتير بكتير خالص تعطل اجراءات الافراج عنه. وهو بقى عايز يخلص من العطله دي بنص مليون جنيه. اكتر من كده هيبقى اوفر يا استاذ. وعايز نروح المحكمه اقول لهم ايه بقى؟ انا رجعت في كلامي ولا ما شفتش حاجه؟ لا طبعا. انا مجهز لك كل الكلام اللي انت هتقوله. اللي هيبرأ نعيم واللي هيبان قدام المحكمة إن أنت ما رجعتش في كلامك. ما شاء الله، أنت مجهز كل حاجة بقى. شغلتي. فكر براحتك. أنا بايت معاك في نفس الأوتيل، وحاجز لك معايا في نفس الطيارة اللي راجعة القاهرة بكرة. سلام. سلام. اسف بيه
اهلا. هو سعادتك ما تعرفش ان عيسى ابني مسافر؟ لا انا عارف. امال طالع لمين؟ هو هكون جاي لنا؟ اكيد لا. بعد اذنك عشان مستعجل. مساء الخير. مساء النور. انا ياسر الشغربي. اهلا وسهلا، تفضل. تسلم ايدك. هي في مامتك كل ده؟ زمانها جاي. طيب مش عارفة هي هو يالي على ايه ولا ايه اللي هيحصل؟ بص، هي بقى لها يومين ما بتكلمنيش. ربنا يطمنك. ماما. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ياسر بيه ماما اكيد طبعا عارفاه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. سارة كلمتني عن حضرتك كتير جدا، وبصراحة بحسدها ان هي عندها ام عظيمة زيك. كتر خيرك يا ابني. ربنا يخليك. وكمان فرحت جدا ان حضرتك وافقتي تقابليني النهاردة. بصي، يعني انا شغلي في البيزنس علمني ان انا ما اضيعش وقت خالص. انا جاي لحضرتك النهاردة عشان اطلب ايد سارة. ايه يا ماما؟ ساكتة ليه؟ انت عاوز تتجوز بنتي؟ ايوه طبعا، بكل الشرف. بس احنا ناس غلابة زي ما انت عارف. بالعكس، سارة بالنسبة لي أهم وأغنى بنت في الدنيا كلها. ما كنتش جيت طلبتها لوحدك. نعم. وصول بتقول كده. حضرتك بس قولي إن انت موافقة، وأنا المرة الجاية ماما هتكون موجودة معايا. وإيه فايدة موافقتي إذا كانت مامتك مش موافقة يا ابني؟ أيوة، وإيه اللي خلى حضرتك تقولي إن هي مش هتوافق؟ كانت جت معاك. ما أنا قلت لحضرتك قولي لي والمرة الجاية هتبقى معايا، وكمان هبلغها إن أنت عاوزة تشوفيها مخصوص. لا، قولها إنك عاوز تتجوز سارة، وإن ما ينفعش إنك تطلبها لوحدك. شوف هي هتقول لك إيه. عن إذنك. تفضلي يا فندم. سين، ما هي أسباب الطلاق في السنة الأولى من الزواج كما وردت في الرسالة؟ أنتِ نازلة فيا يا سين وجيم من الصبح، هي مناقشة رسالة ولا تحقيق نيابة؟ الله، ما أنا لازم أصعبها عليك عشان المناقشة تيجي سهلة إن شاء الله. أنتوا قاعدين هنا؟ وياسر الشواربي قاعد مع سارة وفاطمة بقاله يجي نص ساعة؟ أنت عرفت منين بقاله نص ساعة؟ ما انا واقف لهم على السلم من ساعتها. ما تعرفش جاي ليه؟ وانا اعرف منين؟ اهو لابس الحته اللي على الحبل كانه رايح الاوبرا وشايل علبه شوكولاته قد كده، بصراحه انا عيني طلعت عليها. ما هو لو لابس الحته اللي على الحبل ومعاه شوكولاته قد كده يبقى اكيد جاي يتقدم. اوعي تقولي لي جاي يتقدم لساره. امال يعني جاي يتقدم لمريم؟ طب وازاي يجي فجأة كده؟ لا ما هو اكيد ما جاش فجأة. اكيد واخد ميعاد. معقولة؟ عايزة تقول إن سارة وفاطمة كانوا عارفين ومخبيين عليا؟ اهدى بس دلوقتي، هو شوية وهينزل وأنا أعرف كل حاجة. اهدى إيه؟ أنا هطلع أتشعلق لهم على السلم. يا مانس، ما تتهورش. سين، أسباب الخلافات الزوجية التي تؤدي إلى الطلاق. ما بدر يا ياسر فين؟ مش كنت تقول لنا انك جاي؟ كنا نبقى في استقبالك. ولا فاطمة قامت بالواجب؟ لا ما تقلقش، فاطمة قامت بالواجب وزيادة.
شفت؟ شفت وسيم بيتكلم ازاي؟ بس بصراحة عريس زي ما قال الكتاب. أنا عريس يا وبتاع إيه؟ دي المفروض تبقى مصيبة، مصيبة يا وسيم. إيه؟ عيسى هيرن لي دلوقتي يطمن عليا زي كل يوم، أنا مش عارف أقول له إيه. ما تقولوش أي حاجة طبعًا. أنا خايف أقع بلساني. لا أبوس إيدك، امسك لسانك المرة دي. أمسكه إزاي بس؟ ده أنا بقالي أكتر من 50 سنة مش لاقي له ماسكة. خلاص يبقى ما تردش على عيسى لغاية لما تقعد مع حماتي تفهم منها ياسر ده كان جاي يعمل إيه. جاي يطلب سارة. يخرب بيته. اتجنن في عقله ده ولا إيه؟ والله ما أنا عارفة مين فيهم اللي اتجنن، هو ولا هي. إيه؟ قصدك تقول يعني إن سارة وافقت عليه؟ بس يا منصور أنا ما بقتش فاهماها. من ساعة ما سابت شغلها في الأتيليه ده وهي مش على بعضها، واللي كمل عليها سفر عيسى. والكلب بقى اللي اسمه ياسر ده استغل الظروف وجه عشان يصطاد في المال عكره، فاكر اتمنى عيسى مسافر مش هيلاقي حد يقف قدامه. لا انا بقى هعرف ازاي اربيه من الاول وجديد، هرجعه من اول الخط، هطوقه وادفعه الثمن الغالي. لا يا منصور خليك انت بعيد. ايه عايز انا اقف اتفرج عليه وهو بياخد ساره من عيسى؟ مش هيحصل. نفسي اعرف ايه اللي حصل غيرك بالشكل ده. مش جايز يا حبيبتي، هما بيحبوا بعض. كان زماني دلوقتي ماشي بجنازته بدل ما هو ماشي في سجني. مش هحط ايدي في ايد ناس زي دول. انت مخبي يعني ومش عايز نعرف؟ انت فاكر انك كده حليت المشكله؟ ضيعت من ايدك 500,000 جنيه كانوا ممكن يحلوا لك كل مشاكلك. انا مش داخل اتجوزك عشان طمعان فيكي. الكلام اللي بيقولوه ده بجد؟ تعالى نتطلق من غير مشاكل. مش هتسيب عيسى يتجوز رانيا. انا فعلا هخسره لو اتجوز. ان شاء الله بقى اللي يضمن كلامك ده. وهي من امتى الشهاده الزور حلال؟ انا موافقه. متاكده بقى انها جايه تطلب ايدك؟